فضيلة الشيخ وفقكم الله، الاستمناء هل يبطل الصوم؟ وإذا كان يبطله فما كفارة ذلك؟ نعم، الاستمناء حرام حتى في غير الصوم، لا يجوز. في الصوم يبطل الصيام، يصير فعل محرما وبطل صيامه إذا خرج منه شيء بسبب الاستمناء. إذا خرج منه شيء، دفق منه مني، فإنه يبطل صومه، عليه التوبة إلى الله وقضى هذا اليوم ولا يعود لمثل هذا. نعم.